السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وعافية. نستكمل معكم محاضراتنا بمساق مبادئ محاسبة مالية 1، والمحاضرة 16 لهذا المساق، والمحاضرة 2 للفصل 8 للأوراق التجارية. طبعا في المحاضرة السابقة اللي هو المحاضرة 15 تعرفنا على الشيك وأنواع الشيكات وكيف يتم المعالجة المحاسبية لرفض الشيكات. في المحاضرة الحالية بإذنه تعالى سوف نستكمل الأوراق التجارية. بعد أن تعرفنا على الشيك وأطراف الشيك سوف نتعرف على الكمبيالات وسند السحب. طبعا تعرف الكمبيالة بأنها محرر مكتوب صادر عن شخص الساحب، يتضمن تعهد هذا الشخص بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أو حامل السند. أما السحب فهو محرر مكتوب يتضمن أمراً صادر من شخص اللي هو الساحب إلى شخص آخر وهو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين. كما يلاحظ في التعريفين السابقين أن الكمبيالة عناصرها شخصين، منهما شخصين اللي هو أو الأطراف الساحب والمستفيد. أما السحب بعناصره 3 أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. طبعا يمكن تحديد بيانات الكمبيالة كما يلي: 1 تعهد بالدفع، 2 تعهد غير معلق على شرط بأداء معين من النقود، 3 تاريخ الاستحقاق أو تاريخ دفع قيمة الكمبيالة، 4 مكان الدفع، 5 اسم من يجب الأداء له أو لأمره اللي هو المستفيد، 6 توقيع من إنشاء الكمبيالة، 7 تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان الإنشاء. بعد ذلك سوف ننتقل إلى المعالجة المحاسبية للكمبيالات وسند السحب. لا طبعا لأغراض المعالجة المحاسبية فإنه لا يتم التفرقة بين الكمبيالات وسند السحب، حيث تعالج كلاهما في دفاتر المستفيد اللي هو اسم أوراق القبض، وفي دفاتر الساحب باسم أوراق الدفع. طبعا بيتم توضيح ذلك في المعالجة المحاسبية في دفتر كل منهما كما يلي: أولا المعالجة المحاسبية لأوراق القبض والتصرف فيها ورفضها. طبعا الكمبيالة أو سند السحب في دفاتر المستفيد والذي سيقبض قيمتها تسمى أوراق القبض، لذلك عند توقيع الساحب على الكمبيالة أو سند السحب لصالح المستفيد فإن المستفيد يثبت القيد التالي. إيش القيد؟ هيكون من حساب أوراق القبض إلى حساب المبيعات، هذا هو قيد عند استلام الكمبيالة أو السند مقابل بيع بضاعة في نفس اليوم. أما إذا كان استلام الكمبيالة أو سند السحب مقابل سداد أحد العملاء لدين سابق عليه، هيكون القيد من حساب أوراق قبض إلى حساب فلان. إذا نلاحظ أنه في جميع الأحوال وعند استلام الكمبيالة أو سند السحب فإن الطرف المدين في القيد هو أوراق القبض، وبعد استلام أوراق القبض فإن للمستفيد عدة أوجه للتصرف فيها، وهذه الأوجه على النحو التالي: 1 ممكن إبقاء أوراق القبض لدى المستفيد حتى تاريخ استحقاقها وتحصيلها نقدا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إرسال أوراق القبض إلى البنك لتحصيلها. 3 إرسال أوراق القبض إلى البنك لخصمها. 4 إرسال أوراق القبض إلى البنك برسم التأمين. 5 تسجيل أوراق القبض إلى مستفيد آخر. طبعا سنوضح أوجه التصرف هذه والقيود المحاسبية اللازمة عند التصرف وعند التحصيل في تاريخ الاستحقاق أو عند رفض دفع قيمتها في تاريخ الاستحقاق أي عدم التحصيل فيما يلي: 1 حالة بقاء أوراق القبض لدى المستفيد حتى تاريخ استحقاقها. طبعا في تاريخ الاستحقاق وعند التحصيل نقدا فإن القيد
من حساب الصندوق إلى حساب أوراق القبض، هذا هو حالة تحصيل الكمبيالة نقداً عند تاريخ الاستحقاق. طبعاً إذا لم تحصل، بمعنى رفض الموقع عليها اللي هو الساحب دفع قيمتها، فإن القيد من حساب فلان اللي هو بن قوسين الساحب إلى حساب أوراق القبض. طبعاً بحكي لك بدنا نعرف شو هي المصاريف القضائية أو البروتستو. قد يقوم المستفيد برفع دعوى قضائية شخصية أو عن طريق البنك. طبعاً في هذه الحالة فإن جميع مصاريف البروتستو المدفوعة تحمل على حساب الساحب أيضاً، ويصبح مطالباً بقيمة أوراق القبض أصلاً، مضافة إليها مصاريف البروتستو وأي فوائد تأخير. وهنا تكون القيود. إيش هيكون القيود؟ عند دفع مصاريف القضائية من حساب مصاريف بروتستو إلى حساب الصندوق أو البنك، طبعاً عند تحميلها على الساحب هيكون من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب مصاريف بروتستو. أيضاً عند تحميل الساحب بفوائد تأخير فهيكون القيد من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب فوائد تأخير دائمة. الحالة الأخرى بعد أن تعرفنا على حالة التصرف الأولى، وهي الحالة الأولى حالة بقاء أوراق القبض لدى المستفيد حتى تاريخ الاستحقاق، الحالة الثانية هي إرسال أوراق القبض إلى البنك لتحصيلها. طبعاً هنا يقوم المستفيد بإرسال أوراق القبض الموجودة لديه إلى البنك ليقوم البنك بتحصيلها نيابة عن المستفيد. طبعاً بيستقطع البنك مقابل ذلك مبلغ معين كمصاريف تحصيل الكمبيالات. شو هي القيود المحاسبية في هذه الحالة؟ عند إرسال الكمبيالة للبنك للتحصيل يكون القيد من حساب أوراق القبض برسم التحصيل إلى حساب أوراق القبض. طبعاً في تاريخ الاستحقاق وعند وصول إشعار من البنك يفيد بتحصيل قيمة الكمبيالة وإضافة صافي قيمتها للحساب الجاري بعد اقتطاع مصاريف تحصيل، هيكون عند القيد من مذكورين اللي هو حساب البنك وحساب مصاريف تحصيل الكمبيالة إلى حساب أوراق القبض برسم التحصيل. أما إذا وصل إشعار يفيد عدم تحصيل قيمة الكمبيالة الموجودة لدى البنك برسم التحصيل، طبعاً الساحب يجعل مديناً بالقيمة التالية من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب أوراق القبض برسم التحصيل. الحالة الثالثة وهي حالة إرسال أوراق القبض إلى البنك لخصمها، فحيكون القيد هنا يقوم المستفيد بإرسال أوراق القبض الموجودة لديه إلى البنك ليقوم البنك بإعطاء المستفيد قيمتها نقداً بعد اقتطاع جزء من قيمتها. طبعاً ذلك يعرف بالخصم، حيث يخصم البنك جزء من قيمة الكمبيالة ويعطي صافي قيمتها للمستفيد. طبعاً يلجأ المستفيد لهذا الأسلوب عندما يكون لديه مجموعة من أوراق القبض آجلة الاستحقاق وهو بحاجة لسيولة نقدية في الوقت الحاضر. طبعاً المبلغ الذي يقتطعه البنك يسمى بالنسبة للمستفيد مصاريف الخصم، ويعتمد تحديد قيمة مصاريف الخصم على معدل الفائدة لبين قوسين معدل الخصم. طبعاً وقيمة الكمبيالة والمدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ الخصم وتاريخ استحقاق الكمبيالة. يعني ذلك أن مصاريف الخصم تساوي قيمة الكمبيالة ضرب معدل الخصم ضرب المدة اللي هو الفترة الزمنية بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق. أما القيمة التي يقبضها المستفيد نقداً أو تحول لحسابه الجاري هي الفرق بين قيمة الكمبيالة ومصاريف الخصم. والقيود المحاسبية في هذه الحالة تكون عند إرسال الكمبيالة إلى البنك لخصمها من حساب أوراق القبض برسم الخصم إلى حساب أوراق القبض، وعند وصول إشعار من البنك يفيد بخصم الكمبيالة وإضافة صافي قيمتها للحساب الجاري، طبعاً يكون ذلك بعد اقتطاع مصاريف الخصم من مذكورين حساب البنك وحساب مصاريف الخصم إلى حساب أوراق القبض برسم الخصم. وفي تاريخ استحقاق الكمبيالة
لو تبين أن التمبيالة قد حصلها البنك، هنا لا يثبت قيد في دفاتر المستفيد، لأن التمبيالة أصبحت من حق البنك كون المستفيد قد خصمها وقبض قيمتها سابقا. أما إذا تبين أن التمبيالة لم تحصل، فإن القيد يكون من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب البنك. طبعا إذا قام المستفيد بإجراء البروتستو، فإن القيود لا تختلف عن القيود الخاصة بالإجراءات البروتستو اللي هي تم شرح سابقا في الحالة الأولى. الحالة الرابعة، إرسال أوراق القبض إلى البنك برسم التأمين. طبعا في هذه الحالة يقوم المستفيد بإرسال الكمبيالات الموجودة لديه للبنك كضمان للحصول على قرض أو سلفة من البنك، وبذلك تسمى أوراق قبض برسم التأمين. طبعا البنك ما بيمنح المستفيد قرض بكامل قيمة الكمبيالات، وإنما بجزء من قيمتها، ويترك لنفسه الجزء الآخر كهامش أمان. القيود في هذه الحالة، في البداية عند إرسال الكمبيالات للبنك برسم التحصيل، حيكون القيد من حساب أوراق القبض برسم التأمين إلى حساب أوراق القبض. طيب عند حصول المستفيد على القرض أو السلفة من البنك، القيد من حساب الصندوق إلى حساب السلفة أو القرض. طيب في حالة سداد الفوائد عند استلام القرض أو السلفة، زي ما حكينا هيكون القيد من حساب الصندوق إلى حساب السلفة. طيب في حالة اقتطاع الفوائد مقدما، هيكون القيد من مذكورين حساب الصندوق، حساب فوائد اللي هو السلفة أو بين قوسين فوائد القرض، إلى حساب السلفة أو القرض. ففي تاريخ الاستحقاق وعند وصول إشعار بتحصيل قيمة الكمبيالة وإضافة صافي قيمتها إلى الحساب الجاري بعد اقتطاع مصاريف التحصيل وقيمة السلفة أو القرض والفوائد، إذا كانت غير مقتطعة مقدما، يكون القيد من مذكورين حساب السلفة أو القرض، حساب فوائد السلفة بين قوسين فوائد القرض، وأيضا حساب مصاريف تحصيل وحساب البنك إلى حساب أوراق القبض برسم التأمين. أما إذا لم تحصل الكمبيالة من قبل البنك في تاريخ الاستحقاق، فإن القيد من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب أوراق القبض برسم التأمين. الحالة الخامسة هي حالة تشجير أوراق القبض إلى مستفيد آخر. قد يقوم المستفيد بتشجير أو تظهير الكمبيالة الموجودة لديه إلى مستفيد آخر. طبعا هذا الإجراء ما بيختلف عن تشجير الشيكات اللي شرحناها في المحاضرة السابقة. طبعا يمكن توضيحها والقيود اللازمة لها. عند تشجير الكمبيالة، إذا كانت مجيرة مقابل شراء بضاعة في نفس اليوم، هيكون القيد من حساب المشتريات إلى حساب أوراق قبض. أما إذا كانت مجيرة مقابل سداد دين، فهيكون القيد من حساب فلان اللي هو المجير إليه إلى حساب أوراق القبض. طبعا في تاريخ الاستحقاق، إذا تبين أن الكمبيالة حصلت، هنا لا يوجد قيد في دفاتر المستفيد كونها أصبحت ملكا لمستفيد آخر. أما إذا لم يحصلها المستفيد الآخر، فإنه سوف يعود إلينا وبدورنا نقيدها على الساحب، ويكون القيد من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب فلان المجير إليه. ممكن يتم تجديد الكمبيالات اللي هي بين قوسين أوراق القبض بأخرى مع احتساب فوائد تأخير. في هذه الحالة، عدم سداد الساحب لقيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق، قد يتفق مع المستفيد على تجديدها بأخرى بعد احتساب فوائد تأخير. طبعا في هذه الحالة، القيود المحاسبية في دفاتر المستفيد تكون عند تحميل الساحب لقيمة الكمبيالة الأصلية غير المدفوعة، فإن تاريخ استحقاقها اللي هو قيد إلغاء الكمبيالة السابقة من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب أوراق القبض. أما حالة عند تحميل الساحب بفوائد التأخير، يكون القيد من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب فوائد تأخير دائنة.
طب عند استلام المستفيد لكمبيالة جديدة وذلك بقيمة الكمبيالة السابقة وفوائد تأخير دفعها، فإن القيد يكون من حساب أوراق القبض إلى حساب فلان وهو السحب. ثانيا سوف ننتقل إلى المعالجة المحاسبية لأوراق الدفع ورفضها. تعتبر الكمبيالة وسند السحب كما ذكرنا سابقا في دفاتر السحب أو الموقع عليها أوراق الدفع، حيث أنها تستحق الدفع في تاريخ تحريرها أو في تاريخ لاحق. بتكون القيود المحاسبية لأوراق الدفع كما يلي: عند التوقيع على الكمبيالة اللي هو منح الكمبيالة للمستفيد، هيكون القيد من حساب فلان اللي هو الساحب إلى حساب أوراق الدفع، هذه هو قيد منح الكمبيالة للمستفيد. أما إذا كانت الكمبيالة مقابل شراء بضاعة اللي هو منح الكمبيالة للمستفيد وهو المورد، فهيكون القيد من حساب المشتريات إلى حساب أوراق الدفع. طيب في تاريخ الاستحقاق وعند دفع قيمة الكمبيالة، القيد المحاسبي من حساب أوراق الدفع إلى حساب الصندوق أو البنك. طب إذا رفض دفع الكمبيالة في تاريخ استحقاقها، فإن القيد في دفاتر الساحب يكون من حساب أوراق الدفع إلى حساب المستفيد، هذا هو إذا تم رفض دفع الكمبيالة في تاريخ استحقاقها، فإن القيد في دفاتر الساحب يكون من حساب أوراق الدفع إلى حساب المستفيد. طب إذا رفع المستفيد دعوى قضائية ودفع مقابل ذلك مصاريف بروتستو، أو إذا حسب المستفيد فوائد تأخير على الساحب، فإن القيد في دفاتر الساحب يكون من حساب مصاريف البروتستو إلى حساب المستفيد، ومن حساب فوائد تأخير مدينة إلى حساب المستفيد. أما إذا جددت الكمبيالة المستحقة علينا بكمبيالة أخرى ووافق المستفيد على ذلك، فإن القيد المحاسبي من حساب المستفيد إلى حساب أوراق الدفع. طبعاً هيك إحنا بنكون انتهينا من شرح الفصل الثامن من مساق مبادئ محاسبية واحد. طبعاً بدنا هيك نذكركم ما تم شرحه. تعرفنا على الشيك والأطراف، الشيك اللي هو الساحب والمسحوب عليه هو المستفيد، وتعرفنا على شروط الشيك، وأيضاً تعرفنا على الكمبيالة وما هو أطراف الكمبيالة، وحكينا إنه الكمبيالة طرفين هما الساحب والمستفيد، وبعد ذلك تعرفنا على سندات السحب وما هي أطراف سندات السحب، وحكينا إنه ثلاث أطراف اللي هما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. بعد ذلك تعرفنا على الشيكات وتم شرح الشيكات الصادرة والشيكات الواردة، وبعد ذلك تعرفنا على تجيير الشيك وكيف يتم تجيير الشيكات، وأيضا تعرفنا على الشيكات المرفوضة وما أسباب رفض الشيكات. بعد ذلك تعرفنا على الكمبيالات وسند السحب. وبالنسبة للكمبيالات هناك شروط للكمبيالات، وأيضا تعرفنا على أطراف الكمبيالة والمعالجة المحاسبية للكمبيالات. طبعا المعالجة المحاسبية للكمبيالات، بالبداية تعرفنا على المعالجة المحاسبية لأوراق القبض، وبعد ذلك المعالجة المحاسبية لأوراق الدفع. وبالمعالجة المحاسبية لأوراق القبض لاحظنا أنه يوجد خمس حالات لأوجه التصرف للمعالجة المحاسبية لأوراق القبض. الحالة الأولى إبقاء أوراق القبض لدى المستفيد حتى تاريخ استحقاقها وتحصيلها نقدا. الحالة الثانية إرسال أوراق القبض إلى البنك لتحصيلها. والحالة الثالثة إرسال أوراق القبض إلى البنك لخصمها. والحالة الرابعة إرسال أوراق القبض إلى البنك برسم التأمين. والحالة الخامسة تجيير أوراق القبض إلى مستفيد آخر. وتم شرح أمثلة ولكل حالة من هذه الحالات ومعرفة المعالجة المحاسبية لهم. بعد ذلك انتقلنا إلى
الأوراق بعد تم شرح أوراق القبض، شرحنا المعالجة المحاسبية لأوراق الدفع ورفضها، وتعرفنا على قيد عند التوقيع على الكمبيالة، فإن القيد من حساب فلان إلى حساب أوراق الدفع. أما إذا كانت الكمبيالة مقابل شراء بضاعة، فالقيد من حساب المشتريات إلى حساب أوراق الدفع. طبعا في تاريخ الاستحقاق، القيد من حساب أوراق الدفع إلى حساب الصندوق. طيب إذا تم رفض دفع الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق، فالقيد من حساب أوراق الدفع إلى حساب المستفيد، وإذا رفع المستفيد دعوى قضائية، فالقيد من حساب مصاريف البروتستو إلى حساب المستفيد، وإذا كان هناك أيضا فوائد تأخير، من حساب فوائد التأخير إلى حساب المستفيد. وأخيرا إذا جددت الكمبيالة، فالمستحق علينا بكمبيالة أخرى ووافق المستفيد، فالقيد المحاسبي من حساب المستفيد إلى حساب أوراق الدفع. وبهيك إحنا بنكون انتهينا من الفصل الثامن لمساق مبادئ محاسبة مالية واحد، وهو المحاضرة 16 لهذا المساق. بعد ذلك بإذنه تعالى سوف ننتقل في المحاضرات السابقة للفصل التاسع والفصل العاشر، والذي يتحدث الفصل التاسع عن ميزان المراجعة. سوف يكون هناك مثال شامل لميزان المراجعة، وأيضا الفصل الأخير وهو الفصل العاشر سوف نتحدث عن الحسابات الختامية، وسيكون هناك أمثلة لقائمة الدخل والميزانية العمومية، وكيف يتم عمل هذه القوائم وميزان المراجعة بإذنه تعالى في المحاضرات القادمة. بالتوفيق لكم جميعا، وبإذنه تعالى نلقاكم في المحاضرة 17 لهذا المساق.